تقسيم الصخور النارية، تنقسم الصخور النارية يمكن تقسيمها إلى على أساسين، على أساس المود أوف أكرنس أو نظام النشأة، نظام النشأة، أو على أساس التركيب الكيميائي، التركيب المعدني بالأحرى، التركيب المعدني يبقى واحد أو اثنين. يمكن أن تقسم بهذه الطريقة ويمكن أن تقسم على الطريقة. تعال نشوف التقسيم الأولاني. التقسيم الأولاني اللي هو على أساس المود أوف أكرنس أي نظام النشأة، بمعنى لو افترضنا هذا عبارة عن سطح الأرض وهنا عبارة عن طبقات الصخور، خلينا ناخذ هذا اللون، وبالتالي هنا كانت عبارة عن الماجما، عبارة عن الماجما غرفة الصهارة، فإن هناك ثلاث أماكن ممكن نتواجد فيها المادة أو يتكون فيها الصخور النارية. ممكن أن تتواجد هنا قريبا من الماجما تتصلب وتكون لي صخور نارية جوفية، أو إنها تصعد إلى أعلى من خلال الماجما وتتصلب في مناطق قريبة من السطح، في مناطق هنا أو مناطق هنا، في هذه المناطق يسموها تحت سطحية، يبقى هنا جوفية يسموها بلوتونيك، بلوتونيك، وهنا تحت سطحية بسموها انتروسيف أو متداخلة، أو تخرج هذه الصهارة إلى السطح من خلال البراكين وتسمى اكستروسيف اجنيس روك أو صخور نارية سطحية، اكستروسيف اجنيس روك أو صخور نارية سطحية. تعال نشوف ثلاث أنواع لأن تو حكيناهم. حكينا النوع الأول اللي هو البلوتونيك اجنيس روك وهي الصخور النارية الجوفية، الانتروسيف اجنيس روك الصخور النارية تحت سطحية زي ما شفنا هنا، هنا سطح الأرض وتتكون تحت سطح الأرض. الاكستروسيف اجنيس روك الصخور النارية السطحية البركانية بالأحرى اللي هي عبارة عن البركانية. طبعا ما يميز الصخور النارية، ما يميز الصخور النارية البلوتونيك الجوفية، ما يميزها الصخور النارية الجوفية إنها بتكون صخور ذات نسيج خشن الحبيبات large massive bodies of crystallized. يبقى تتميز بأنها إلها large crystals، ما يميزها. الانتروسيف اجنيس روك في منها أشكال. الانتروسيف اجنيس روك عبارة عن الصخور النارية المتداخلة، لو شفنا هذا عبارة عن مقطع في بعض الأرض، لاحظ هذا مقطع ثلاثي الأبعاد في بعض الأرض، هذا هيك عبارة عن العمق في بعض الأرض، وهذا X وهذا Y، وهنا عبارة عن طبقات من الصخور القديمة، طبقات متعاقدة من الصخور القديمة. الآن هذه عبارة عن الماجما، بس نغمق الخط شوية عشان نعرف نشوف هنا. اوكي، هذه عبارة عن الماجما تشامبر، غرفة الصهارة، ماجما تشامبر، وهنا الصخور النارية الجوفية البلوتونيك لما تتصلب، زي هذه عبارة عن، هذه عبارة عن صخور نارية تصلبت وتبلورت في بعض الأرض بفعل ملايين السنين، وبالتالي هذه عبارة عن بلوتونيك، هذه عبارة عن بلوتونيك إجنيس إجنيس روك. النوع الثاني يبقى هي تكونت عميقا جوفية، بسموها جوفية، تكونت عميقا في جوف الأرض. النوع الثاني اللي هو النوع الموجود في المنطقة هنا، يعني ليس على السطح، أسفل السطح، سطح الأرض، هذا عبارة عن سطح الأرض زي ما انتم شايفين، وهذا بركان قديم في سطح الأرض. الآن الصخور النارية اللي هي قريبة من سطح الأرض في المنطقة هذه
بسموها هاي المنطقة، بسموها عبارة عن الانتروسيف أجنس لوك. في اي هنا انتروسيف أجنس لوك، صخور نارية متدخلة. أما الصخور النارية الموجودة على السطح هنا تبع البراكين زي ما انتم شايفين هنا بركان بركان، والبركان هذا يطلق لافا، هذا بركان ويطلق لافا، بيطلع منه الحمم البركانية والصهارة البركانية بسموها لافا، أو بيطلع منه الرماد البركاني اللي شايفينه هذا، هذا بسموها سطحية. خلينا نتكلم الآن، احنا بنتكلم في الانتروسيف أجنس لوك والصخور النارية المتداخلة. وهنا مهمة جدا هاي الصخور النارية المتداخلة، دائما بتيجي في الامتحانات الصخور النارية المتداخلة، لأنه في منها أشكال، في منها واحد اثنين ثلاثة أربع أشكال مهمة جدا، وخمس أشكال، خمس أشكال، واحد اثنين ثلاثة أربع، وهي الخامس، خمس أشكال مهمة جدا من الصخور النارية المتداخلة. الصخور النارية المتداخلة زي ما قلنا هي الصخور النارية التي توجد عميقة تحت، مش عميقا ولكن توجد بين سطح الأرض والعميق، وهي متوسطة. يبقى هنا الصخور النارية المتداخلة are formed when magma crystallize and solidify beneath or and close to the earth surface. هي عم تتكون الصخور النارية المتداخلة عندما تتصلب الصخور قريبا من سطح الأرض، وبتتكون هنا من نسيج تبعها، حبيباتها بتكون finer than those of plutonic و كوسر أخشن من دوت أوف فولكانيك. الجملة هذه مهمة، الجملة هذه مهمة. شو معناها الجملة هذه؟ الجملة هذه بتقول إنه النسيج تاع الصخور النارية المتداخلة، الصخور النارية المتداخلة ماله فاينر أنعم من البلوتونيك، ولكنها أخشن من البولكانيك. لو جينا نرتب هنا الصخور من حيث الخشونة أو النعومة، في عندي بيجي أول شيء البلوتونيك، تونيك انتروسيف من الداخلة، بعدين بيجي البولكانيك سطحية. إذا كلما اتجهنا هيك شو بصير؟ بتقل حجم الحبيبات، يعني هيك بتصير فاين، وهنا بكون كورس، هنا الحبيبات بتكون كبيرة، هنا الحبيبات بتكون كبيرة، هنا أصغر شوية، هنا صغيرة خالص. يبقى لما نتكلم احنا عن الانتروسيف هنا بنقول عنها الانتروسيف سمولر او فاينر ذان البلوتينيك، لكنها كورسر اخشن من مين؟ اخشن من البولكانيك. مهم جدا الجملة هذه، مهمة جدا. طيب نيجي تقسيم الصخور النارية المتداخلة. طبعا هذا التقسيم لا يختلف من حيث المحتوى الصخري، يعني جميع الصخور هي نفس التركيب الكيميائي في هذه الحالة، لكن تختلف في الأشكال. في عندي شكل بسموه الدايك، في السل، في اللاكوليث، في اللابوليث، وفي الفاكوليث، هذا الأخير اسمه فاكوليث. أوكي فاكوليث، هذا اسم مش واضح هنا، هو فاكوليث. تعالوا نشوف ما ايش هم هذول الانواع. اول واحد هو عبارة عن الدايك، هو عبارة عن بسموه الوول لايك اجنيس بادي، هو عبارة عن صخر ناري يشبه الجدار ماله ذات كات كروس. طبعا الجمل هنا كجمل بتيجي في الامتحانات كتعريفات، بس بتيجي مكتوبة وانت عليك تختار صح او غلط، يعني هل الدايك هو الوول لايك اجنس روك، ولا هل الدايك هو الشيت لايك اجنس روك. انك تعرف تحفظ التعريفات هذه وتفهمها. نيجي هنا على الدايك، الدايك قال لك عبارة عن صخر ناري قاطع ناري، بالعربي هو قاطع ناري، قاطع ناري يشبه الجدار
ذات كات كروس يقطع الطبقات استراتا، يعني الطبقات يقطع الطبقات الأقدم. يعني إذا في عندي طبقات قديمة زي هيك صخور، السطح اللي بيقطع هذه الطبقات هذا بسموه إيش؟ دايك. هذا بنسميه إحنا دايك. طيب إذا كان يوازي الطبقات، إذا كان يوازي الطبقات بسموه إيش؟ بسموه سل. إذا كان هذا القاطع بهذا الشكل يوازي الطبقات هذولا بنسميه سل. يبقى هذا اسمه سل وهذا دايك. تعالوا نشوف هنا في الرسمة، هنا بنلاحظ عندنا هذا الجسم، هذا المتجه، هذا نغمق بس الخط، نلاحظ هذا، هذا الخط هو بنسميه احنا، وهذا الخط، شايفين هذا الخط وهذا الخط، هذا الخط وهذا الخط بنسميهم دايك. ليش دايك؟ ليش دايك؟ لأنهم يقطعوا الطبقات الأقدم. شايف دايك يقطع الطبقات، يعني هنا يقطع سطح الطبقات، هاي سطح الطبقة القديم، والدايك قاطع الطبقات. يبقى أي شيء بيقطع الطبقات هو بنسميه دايك. طيب اللي بيوازي الطبقات بنسميه، لو جينا خدنا هنا بس ناخذ شوية نعرض الخط هنا، شايفين هذا بنسميه سل، شايفين هذا هيك بسموه سل. يعني أي قاطع ناري، لو هذا كمان بنسميه سل، لو اجي هيك، لو في عندي قاطع ناري هيك برضه موازي الطبقات بنسميه سل. شو سل؟ سل أي إنه القاطع هذا موازي لهذه الطبقات، موازي للأسطح هذه، موازي لها، لا يقطعها. كويس. النوع الثالث اللي هو عبارة عن اللاكوليث، شايفين هذا اللاكوليث اللي عامل زي المشروم، وعبارة عن زي العدسة، زي العدسة أو المشروم، هذا بسموه اللاكوليث. لما نجي نشوف تعريفه، اللاكوليث هو عبارة عن لينس شيب زي ما قلنا، زي العدسة. يبقى اللاكوليث هنا عبارة عن لينس شيب شبه العدسة أو المشروم، العدسة اللاصقة. وهنا يتميز بأنه شكله عبارة عن مقبب، طبعا بيكون بين الطبقات بالشكل هذا. في اللابوليث، اللابوليث طبعا عكس اللاكوليث، اللابوليث، اللابوليث عكس اللاكوليث، اللابوليث هو عبارة عن سوسر لايك، يعني هيك شكله، شكل مقعر يشبه الصحن، هذا الشكل شايفينه اللي أنا برسمه يعني الآن مش موجود، هذا بسموه إيش؟ بسموه بسميه اللي هو النوع اللي هو اللابوليث، هذا بسميه لابوليث، بسميه لابوليث. يمكن لابوليث هو عبارة عن عكس اللاكوليث، اللاكوليث زي المشروم زي العدسة، اللابوليث عكسه زي الصحن سوسر لايك. آخر شكل عندنا اللي هو بسموه الفاكوليث، وهو شكل كريسنتك، يعني شو يعني كريسنتك؟ يعني عامل زي الهلال، يعني عامل شكل زي الهلال. تعالوا نرسم هنا مثلا هيك شكل زي هيك، قاطع نادي بيكون بشكل زي هيك، هذا بسموه ايش؟ بسموه ايش؟ اللي هو الاخير فاكوليث. شوية عريض القلم، نزق الخط. هذا العامل زي الهلال بنسميه فاكوليث، بنسميه الفاكوليث. يبقى في عندي خمس انواع من الصخور الناريه المتداخله، مطلوب انك تحفظهم هذه الانواع، الدايك، السيل، اللاكوليث، اللابوليث والفاكوليث، وتشوف كيف ترسمهم بالشكل هذا. طلب منك ترسم، طلب منك هنا ترسم الدايك، طب انك ترسم الدايك حترسم لي طبقات افقية، طبقات ويقطعها، يبقى يقطعها الدايك، القطع الناري بنسميه دايك. طب انك ترسم لي السيل، ترسم لي مجموعة من الطبقات الافقية مثلا، وقاطع ناري بالشكل هذا موازي للطبقات، هذا بنسميه ايش؟ سيل.
طلبت منك ترسم لي اللاكوليت. قلنا اللاكوليت هو عبارة عن طبقة عاملة زي المشروم أو زي العدسة، هذا اللاكوليت. اللاكوليت طبعا ده بس هنا. طلبت منك ترسم لي اللابوليث. اللابوليث عكس اللاكوليت، هو عبارة عن عامل زي الصحن، عامل زي الصحن. اللابوليث. واخر حاجة اللي هو عامل زي الهلال، هذا قلنا عنه بسميه ايش؟ بسميه فاكوليث. هذا مطلوب منا ومهم جدا في الامتحانات، وبيجي في الامتحانات، بيجي في امتحانات رسم، بيجي في امتحانات مقارنات، بيجي الجملة هاي بتيجي في الامتحانات، مهم جدا. النوع الثالث من انواع الصخور النارية، بتكلمنا عن الصخور النارية الجوفية البلوتونيك والانتروسيف. النوع الاخير هو الاكستروسيف او الصخور النارية السطحية، والمقصود بها هنا الصخور النارية التي تتكون على السطح، وهي عبارة عن الصخور النارية البركانية. وهنا الصخور النارية البركانية، اهم مكونات الصخور النارية البركانية عبارة عن اللافا. اللافا هي عبارة عن المادة السائلة التي تتدفق من فوهة البركان عند ثوران البركان. تتدفق اللافا عند ثوران البركان مكونة صهارة، تتدفق هذه الصهارة بعد ذلك تتصلب وتكون لي صخور نارية سطحية. خلينا بس نركز على هنا على الصهارة. موضوع البولكانيك بامبز مش مهم كتير، والبولكانيك اش مش مهم كتير حاليا، اقرأوه. لكن بدي اركز على الموضوع هنا، مهم جدا. شو علاقة اللافا؟ في احيانا بنشوف انه في بعض البراكين اللافا بتطلع منها بتجري بسرعة كبيرة جدا، جريان سريع. واحيانا بنشوف بعض البراكين على ناشونال جيوغرافي انه اللافا تدفق بطيء جدا جدا جدا. طبعا الفرق هنا في اللزوجة، الفسكستي تاعت اللافا. كل ما كانت اللزوجة عالية كل ما كان الجريان بطيء. يبقى اللزوجة عالية الجريان بطيء. طيب شو اللي يخلي اللزوجة عالية؟ اللي بيسبب اللزوجة عالية هو محتوى السيليكا في الماجما. إذا كان في عندي هاي، نكتبها بس بشيء عشان توضح، ناخذ اللون الأحمر. إذا كان في عندي هاي سيليكا SiO2 كونتنت في الماجما، إذا كان في عندي كمية سيليكا عالية في الماجما، سواء كتبناها سيليكا أو كتبناها SiO2، لأنه هذا الشيء ينتج عنه شو النوع اللزوجة. هاي سيليكا بديني برضو هاي لزوجة عالية، بديني هاي فيسكاسيتي، بديني لزوجة عالية، بديني لزوجة عالية. طب اللزوجة العالية بتجري ولا بتجريش؟ عندها سرعة على الجريان؟ لا، اللزوجة عالية بتديني سلو فلويدتي أو slow أو low flowing بيسموها كمان low flowing، جريان بطيء. مهمة جدا الموضوع هذا. السيليكا عالي high silica content راح ينتج عندي high viscosity، واللي عنده هاي فيسكستي يبقى عنده سلو فلويدتي او فلو او لو هنا لو فلوينج او لو فلوينج تدفق بطيء. والعكس اذا كان في عندي كميه لو سيليكا كونتنت لو اس اي او 2 حيديني برضه لو فيسكستي صح، ولكن حيعطيني هاي فلويدتي، حيعطيني هاي فلويدتي، جريان سريع. هذه معلومة مهمة جدا تجي في امتحانات، نركز عليها الموضوع هنا، نركز عليه منيح.
بيجي في الامتحانات، ومهم جدا هذا الموضوع. هذا الموضوع مهم جدا تو حكينا، هذا الموضوع مهم جدا. طيب نعمل سكيب للموضوع هذا، نيجي على اخر حاجة او ما قبل الاخير، الكلاسيفيكيشن، تصنيف الصخور النارية على اساس النوع الثاني. احنا قلنا هناك تصنيفين، اما تصنيف على اساس على اساس المود اوف اكورنس، نظام التكون، وتصنيف الثاني على اساس المحتوى من السيليكا او المعادن اللي هو حنشوفه الان. وفي هذا التصنيف يمكن تقسيم الصخور النارية الى التالي: The classification of igneous rocks based on the chemical composition او السيليكا. طبعا هنا السيليكا في اس، هنا في السيليكا في خطأ، انقسم الى acidic igneous rock، intermediate igneous rock، basic igneous rock، و ultra basic. acidic يعني صخور نارية حامضية، حامضية وهنا متداخلة أو متوسطة، آسف متوسطة، متوسطة، متوسطة الحامضية يعني، وهنا قاعدية، وهنا فوق قاعدية بالعربي. كويس، ايش الفرق بين هذه القصص كلها؟ الفرق بينها هو عبارة عن نسبة السيليكا في الصخور النارية الحامضية اللي بسموها الأسديك أجنيس روكس. في الأسديك أجنيس روكس غنية، ريتش إن سيليكا، غنية بالسيليكا، نسبة السيليكا فيها أكثر من 66%. طيب مهم جدا نركز هنا، هذه المنطقة نسبة السيليكا أكثر من 66%، يعني فيها الهاي فيسكستي، لزوجة عالية وبالتالي جريان قليل، ولونها بيكون لايتر. دائما إذا كل ما كانت السيليكا عالية في المادة كل ما كان لونها فاتح، وكل ما راحت السيليكا من المادة كل ما كان لونها غامق. طيب الانترميديت طبعا مهم هنا، ايش مهم؟ مهم نحفظ، مهم نحفظ نسبة لل SiO2 في كل نوع، يعني هنا من 66% هذا بسموه أسيديك، من 52 ل 66 بسموه انترميديت، من 54 ل 52 بسموه بيزك، ومن أقل من 54% سيليكا بسموه ألترا بيزك فوق قاعدي، وهنا بيكون الفيسكستي فيري لو. لاحظ المقارنة هنا، في نسبة عالية من السيليكا، في لزوجة عالية، في جريان قليل، واللون فاتح. لو نجينا هنا على الآخر، لزوجة قليلة، نسبة سيليكا قليلة جدا، لزوجة قليلة جدا لكن جريان سريع، وبكون لونها ايش؟ دارك، تكون دارك. وهنا مهم جدا، يعني هنا معلومة ان هاي بتديني هاي فلويدتي، جريان سريع، وهنا بتديني لو فلويدتي او سموها سلو فلوين. طيب في عندي انواع من الصخور النارية، مطلوب نعرف الجرانيت ونعرف الجابرو، اساميها الصخور النارية هاي، والبومس والبازلت. مطلوب منك تعرف اربع انواع الصخور النارية هاي فقط. الأربع أنواع، هذا الأولاني ينتمي لمين؟ ينتمي الجرانيت، عبارة عن صخر ناري جوفي، بلوتونيك ليش جوفي؟ لاحظ حبيباته كبيرة، مدام حبيباته كبيرة هو عبارة عن بلوتونيك، وهذا عبارة عن كمان أسيديك، أسيديك يعني صخور نارية حامضية لأنه نسبة السيليكا فيها أكثر من 66%. الجابرو لاحظ برضو هذا عبارة عن بلوتونيك لأنه كمان خشن حبيبات، لاحظ حبيباته خشنة وكبيرة لكنه بيزك قاعدي، كأنه بيزك قاعدي. البومس هنا
عبارة عن فولكانيك، وعبارة عن صخر ناري خفيف زي يطفو على الماء. لاحظ أنه عبارة عن مكون من السيليكا التي هربت منها الغازات، وبالتالي هي مليئة بالداخل في الفراغات، وبالتالي خفيفة وبتطفو. طبعا بما أن لونها فاتح يبقى هي عبارة عن أسيديك برضو، يبقى هذه عبارة عن سطحية، يعني هنا عبارة عن سطحية فولكانيك، فولكانيك أو بسموها اكستوسيف، اكستوسيف هذه بلوتونيك، بلوتونيك وكمان هذا بلوتونيك نفس القصة، وهذا عبارة عن بلوتونيك. هاي يبقى من حيث المكان الأوريجين أو الأكرنس بلوتونيك، من حيث المعادن أو التصنيف الثاني أسيديك. هذا بيزك، وهذا يعني أسيديك هنا عبارة عن أكثر من 66% منه سيليكا، وهذا عبارة عن أقل من أربع أو من 42 إلى 52 أعتقد، 52% من 2، لا من 44 إلى 52، من 44 إلى 52% سيليكا. هنا نفس القصة، هذا أسيديك اكستروسيف، والبازلت هنا عبارة عن اكستروسيف برضو سطحي. ليش اكستروسيف؟ لأنه نسيج دقيق الحبيبات، قلنا نسيج دقيق الحبيبات يعني يتكون على السطح، نسيج دقيق الحبيبات. وهذا عبارة عن بيزك، لاحظ لونه أسود بيزك. يعطيكم العافية، وإذا في حال أي سؤال اتصلوا بي أو ابعثوا لي استفساراتكم. شكرا لكم.